Radio NFM 91.2. شي دوخ من العالم تسمع اخبار ومن غربتها تدوخ وتحتار. هذا علاش قلت نعمل تحويسه ونقولكم باش طلعت فيها تنسنيسه. شي دوخ الفار المخلوق اللي مسكين ديما مكروه، وبرغم صغره الناس منه تخاف ومش لاقي بلاصته ولا حد قابله في هالدنيا. ملقطاطس للعبيد، وفي العاصمه الاندونيسيه الفار القى اخيرا اللي يعطيه كار، والنائب حاكم جاكرتا هبط القرار انه مستعد يعطي مكافاه بسيطه بقيمه دولار ونص لكل حد يسلم فار للسلطات. والهدف من هالحكايه انه الناس تعاون الحكومه باش تنظف البلاد اللي كثروا فيها الفيران، سيرتو في المناطق اللي فيها كثافه سكانيه عاليه، ويحمي العبيد من الامراض اللي يتسببوا فيها، ومنها يحمي الفيران زادة هالحيوان الرقيق الحساس من القطر والمساس. اه الحكومات ولا بلاش؟ إذا الفار عنده هكا قيمة، مال الإنسان أكيد غادي حاجة عظيمة، والعاقبة لبقية البلدان يعملوا مراجعة في قوانينهم لحقوق الفيران. شي دوخ يقول لك لا يأس مع الحياة، ديما لازم فما أمل مهما طال الزمن، لازم تلقاو للسعادة مكان. والدليل هالسيدة الماليزية اللي وصلت لعمر 104 بعد قرن واربع سنين تبركلا قابلت تشريك حياتها، واللي عمره 33 سنة أكهو، وبرغم انه قد حفيدها عادي عرست بيه وعايشين في سعادة وهناء. وكيسألوها عسر قالت انها عطفت عليه بما انها كانت وحيدة وما عندهاش صغار، وتحولت العلاقة لصديقة وبعد الحب ولا في الكتب لين قروا يتوجوا هالعلاقة الغريبة بالزواج. بيان سور اول حاجة يهزكم ليها مخكم باش تقولوا الراجل باز طمع في ثروتها، ما لشدوا عندكم اللي العروسة شاح بح لا عندها ثروة ولا شيء وعايشة بالقدرة. قصة غريبة وعجيبة اما صارت، والحب يصنع المعجزات. ده عالم صايع يا ابا. شي دوخ سبق وحكينا على الارقام القياسية والناس اللي وصلتها وحطمتها بإرادتها، على عكس زهاو الراجل الصيني اللي عمره 39 سنة حطم الرقم القياسي باكتشاف من الطبيبة متاعه وقت جاي يعمل في عملية جراحية باش ينحي حشر من المرارة. وين كانت المفاجأة؟ ولقاه قرابة 3956 حجرة، معناها الراجل الحمد لله كي عايش وهو عنده كياس كامل في مرارته. الطبيب ديجا قعد دهش وقال عمري مريت مريض عنده هالكمية الكل من الحصى، وبيان سور هذا بسبب نظامه الغذائي اللي داخل في حيط طول حياته. زهاو حطم رقم قياسي كان باش يحطم بها حياته، والحمد لله سلكها وطلع لباس. وهكا الصين كي عادتها تتصدر البلدان اللي فيها اكثر غرايب في العالم. عظمة على عظمة يا صين. اخبارنا لليوم وفات، اما الغرايب ما تفاش والحاصيله شي دوخ. شي دوخ